مساء الخير، مساء الطبيعة، مساء أفريقي جميل. أهلا بيكم مشاهدينا في زوم أفريكا. رحلتنا في أفريقيا مستمرة، وفي كل حلقة هتعرفوا أسرار وحكايات جديدة عن قارتنا، حاجات فنية وثقافية وتاريخية. وفي حلقتنا النهاردة هنشوف لقاء مع عم أنور إدريس، مصمم أزياء أفريقية، وهنعرف منه أنواع اللبس الأفريقي الجميل والألوان المبهجة زي ما حضراتكم شايفين كده. وكمان هتكونوا معانا في معايشة من داخل منطقة سد جوليوس نيريري الموجود في تنزانيا، اللي هو حلم الشعب التنزاني اللي بتنفذه أيادي مصرية. وهتشوفوا معانا خلية نحل مصرية قدرت تنقل خبرتها للشعب التنزاني. ومن تنزانيا هناخد حضراتكم لرحلة صغيرة لدولة ملاوي، اللي معروفة بأنها قلب أفريقيا الدافئ بسبب شعبها الودود والكريم والمميزة بالتنوع الكبير في الحياة البرية. وفي حلقتنا دي هنشوف مع بعض لقاء مع سفيرة دولة ملاوي بالقاهرة كارولين موسى، وكمان معلومات عن الاقتصاد والاستثمار هناك. يلا بينا نشوف أول فقرة. قلب إفريقيا الدافئ ملاوي، أجمل دول منطقة جنوب شرق إفريقيا رغم أنها دولة حبيسة، إلا أن بحيرة نياسا بتغطي نسبة كبيرة من أراضي ملاوي اللي معظمها مغطى بحشائش السافانا الطويلة والغابات. ملاوي معروفة ببحيرتها المتلألئة الشاسعة، عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة، واللغة الرسمية هي الإنجليزية والشيشوا اللي بتعتبر اللغة الأم. عاصمتها ليلونغوي، والأديان الأكثر انتشاراً فيها المسيحية والإسلام. يشار إلى ملاوي بقلب إفريقيا الدافئ بسبب دفء وود الشعب الملاوي. الملاويون بيعيشوا في مساكن تتجمع لتشكل قرى، وأبرز قبائلهم شعب الشيوا اللي بيشكل الجزء الأكبر من السكان، وشعب الياو اللي متمركزين في المنطقة الجنوبية من بحيرة ملاوي، وكمان شعب التومبوكا في شمال ملاوي، وعدد ضئيل من الأسيويين والأوروبيين اللي بيعيش معظمهم في المدن. في ملاوي بتمثل الرقصات التقليدية الرئيسية والطقوس الدينية سمة مميزة للفصائل العرقية الكثيرة، فضلاً عن الفنون والحرف. والرقصات الملاوية لها دلالات أعمق مما يظهر منها، ولذلك بذلت الحكومات جهود كثيرة للحفاظ عليها كجزء من التراث الثقافي الملاوي من أجل التعريف بها للأجيال القادمة. ملاوي بتتميز بتنوع الحياة البرية فيها، وبتعيش على أرضها الفيلة، وحيد القرن، الزرافات، حمار الوحش والقرود، وأنواع متعددة من الظباء، وأنواع كثيرة من الزواحف والطيور. وأبرز مناطقها منتزه نيبيكا الوطني، واللي بيعتبر أقدم وأكبر منتزه في ملاوي، وكمان بحيرة ملاوي اللي بتعتبر بمثابة البحر الداخلي لملاوي غير الساحلية، بالإضافة لحديقة ليوند الوطنية اللي بتعتبر الحديقة الأكثر شعبية بين جميع حدائق ملاوي، وكمان جبل مولانجي ماسيف اللي بيعتبر أعلى قمة في وسط إفريقيا لأن ارتفاعه بيبلغ 3000 متر. نظام الحكم في ملاوي جمهوري رئاسي، والرئيس هو زعيم الدولة، وهو في الوقت نفسه رئيس مجلس الوزراء، وكمان المبادئ الديمقراطية راسخة وبقوة في ملاوي، فمن وقت استقلالها في عام 1964 لم تشهد أي حرب أهلية، ووصل قادتها السياسيون إلى السلطة من خلال عملية انتخابية ديمقراطية. مشاهدينا مشاهدي زوم أفريقيا، احنا موجودين النهاردة مع حضراتكم في سفارة جمهورية ملاوي، ولقاء مع سيادة السفيرة كارولين موسى سفيرة جمهورية ملاوي. بنرحب بحضرتك معالي السفيرة. شكرا جزيلا يا سالي. بداية عايزين نعرف من حضرتك العلاقات ما بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ملاوي. شكرا جزيلا يا سالي. في البداية أرحب بك في سفارة ملاوي، يسعدنا استضافتك اليوم. مصر وملاوي علاقة طويلة الأمد، فعلاقتهما الدبلوماسية بدأت في 1971، ومن وقتها وعلاقتهم ودية للغاية وأخوية ووطيدة حتى بين الشعبين الملاوي والمصري. ولدينا العديد من البرامج لبناء القدرات والوصول للمجتمعات المحلية، حيث ذهب الأطباء المصريون إلى ملاوي لمساعدة العاملين في القطاع الصحي، وهناك مصريون ذهبوا إلى ملاوي للعمل في الزراعة والاستثمار، وذهب التجار المصريون للتجارة.
وفي كل مرة تصبح أقوى وأقوى، خاصة بوجود القيادة السياسية الجديدة لمصر التي تركز على العمل في إفريقيا. لو احنا دلوقتي عايزين نتعرف اكتر على دولة ملاوي. ملاوي تحدها تنزانيا من الشمال، وفي الجنوب والشرق تحدها موزمبيق، وتحدها ايضا زامبيا. ونحن في الجماعة الانمائية للجنوب الافريقي، وتمثل النساء 52% من عدد السكان، و60% من السكان من الشباب، وتغطي الماء ثلث ملاوي بسبب وجود بحيرة ملاوي الجميلة التي تعد ثالث أكبر بحيرة في إفريقيا، ويمكن القول أنها الأنقى في العالم، وبها أكثر من 200 فصيلة من الأسماك. وأدعوك لزيارة بحيرة ملاوي. لو احنا بدأنا في الأول نركز على الاقتصاد، ولو أنا مستثمر وعايز أروح دولة ملاوي أبدأ منين وإيه الإجراءات؟ إذا كنت تريد حقاً الذهاب والاستثمار في ملاوي، فالحكومة بذلت مجهودات كبيرة لتحفيز المستثمرين عن طريق إنشاء مركز ملاوي للاستثمار والتجارة، فتجد كل ما تحتاجه في هذا المركز. والأمر سهل، لأننا أدركنا أنه إذا تركنا الجميع يقومون بذلك بشكل منفصل فسيستغرق وقتاً طويلاً وسيقلل من حماسهم. ولكن الآن أصبح من السهل الوصول إلى جميع معلومات الضرائب وفتح الحسابات وإنشاء الشركة نفسها والقوانين من خلال هذا المركز الواحد، وستستغرق العملية من 3 إلى 4 أيام. وإيه هي المجالات اللي بتركز عليها الحكومة كأولوية؟ مسألة القيمة المضافة لها أولوية، فكما تعلمين نحن نصدر المواد الخام، شأننا شأن معظم الدول الأفريقية، ونحن نخسر الكثير بسبب ذلك، فنركز الآن على الصناعة وعلى القيمة المضافة. فمثلاً، بدلاً من تصدير التبغ الخام، نريد أن نصنع التبغ ونصدره على الأقل معالج، أو نصنع المنتج النهائي وهي السيجارة أو مواد التجميل التي يمكن صنعها من التبغ. والأمر مشابه بالنسبة إلى القهوة والشاي، نود فعلاً الاهتمام بالتصنيع وإضافة المزيد من القيمة حتى نتمكن من تصدير المنتج النهائي لا تصدير المواد الخام. ومن شأن هذا أن يخلق فرص عمل للشباب وأن يجلب المزيد من الإيرادات للبلد. لذا فإن أولويتنا الآن هي الزراعة وإضفاء قيمة إلى الزراعة، وبعد ذلك لدينا بالطبع مسألة الطاقة، فكما تعلمين لا يمكننا الحديث عن التصنيع إذا لم يكن لدينا الطاقة اللازمة. لذلك فإننا ندعو أيضا المستثمرين المهتمين بتطوير البنية التحتية المتعلقة بالطاقة، بحيث يكون لدينا ما يكفي من الطاقة. وبالحديث عن الشركات، فهم سيحتاجون إلى الكثير من الكهرباء وبالطبع الطاقة الخضراء، وحيث أن بلاد العالم تتجه نحو الطاقة الخضراء الآن، نود دعوة المستثمرين الذين يمكنهم التركيز بالفعل على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو أي شيء من شأنه أن يزيد من سعة الطاقة لدينا، لنتمكن من إنشاء الشركات التي لطالما أردنا إنشاؤها. وبعد ذلك ربما تأتي مسألة قطاعات الصحة وغيرها. لو احنا عايزين نشجع القطاع السياحي في جمهورية ملاوي، نعمل ايه؟ نخلي السياح ازاي يجوا ويزوروا جمهورية ملاوي؟ أعتقد أن السياحة مجالاً مثير جداً في ملاوي، فبلادنا لا زالت محتفظة بنقاء طبيعتها وحالتها ووضعها، فهي لم تلوث بعد. لذلك أدعو السائحين من مصر المهتمين بالطبيعة لزيارة ملاوي، ففي هذا الوقت أصبح الطقس هنا بارد، وفي الشهر القادم سيزداد برودة. أما في ملاوي فسيكون الطقس دافئ، لكن بالطبع سيكون هناك بعض الأمطار، مما سيجعلها أكثر خضرة. لدينا بحيرة خلابة كما ذكر، ولدينا ثالث أطول نهر بعد نهر النيل وزمبيزي، ويدعى نهر شاري، ولدينا العديد من حيوانات فرس النهر، ولدينا أيضاً ثالث أكبر جبل وهو جبل مولانجي، حيث يتساقط الثلج على القمة، ويمكنكم التنزه وسط الجبال والاستمتاع بالهواء النقي. وقدمنا الكثير من التسهيلات ليتمكن الأفراد الذين يقومون بزيارة بلدان أخرى في المنطقة من زيارة ملاوي ورؤية حيواناتنا الجميلة والطبيعة الخلابة، وبالطبع التعرف على الشعب الجميل. أنا بسمع كمان إن هي من أشهر الدول في الأمان. صحيح، إنها واحدة من البلدان التي لم تشهد أي حرب منذ استقلالها في عام 1966، وهذا أمر نادر جدا في القارة، وهذا لأن الشعب ودود للغاية ومتواضع ومضياف. لذلك فمن حيث السلام والأمن والترحيب بالناس، تعد من الأماكن التي ينبغي ألا تفوتي فرصة زيارتها. وبالنسبة للحصول على التأشيرة،
سهله. وازاي اروح ملاوي؟ يعني كم عدد الساعات من هنا لجمهوريه ملاوي؟ اشكرك على طرح هذا السؤال. فالحكومه بهدف زياده السياحه جعلت الحياه سهله جدا، ومع وجود فيروس كورونا واجهنا بعض التحديات، ولكن فيما يتعلق بالتاشيره هو اننا فتحنا التقديم عبر الانترنت، لذلك يمكنك التقديم للحصول على التاشيره عبر الانترنت، ومن ثم تحصل عليها عبر الانترنت وتسافر. واذا لم تستطع الحصول عليها عبر الانترنت فاننا نسهل ايضا الحصول على التاشيره عند الوصول. ولذا طالما ان السائح معه شهاده تثبت تلقيه للقاح او شهاده المسحه السلبيه لفيروس كورونا لمده 72 ساعه يسمح له بالطيران الى ملاوي. اما بالنسبه للرحلات الجويه لدينا سبيلان الى ملاوي او ربما ثلاثه، فيمكنك ان تسافر من هنا الى جنوب افريقيا، ومن جنوب افريقيا تذهب مباشرة إلى ملاوي عبر خطوطنا الجوية الوطنية ملاويانا، ويمكنك أيضا السفر من هنا على متن طائرات مصر للطيران إلى جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، ومن جوهانسبرغ يمكنك السفر إلى ليلونغوي في ملاوي. ومن الحلول المؤقتة الأخرى يمكنك السفر على متن طائرات مصر للطيران إلى نيروبي، ومن هناك يمكنك السفر إلى ملاوي. كما يمكنك أن تسافر على متن خطوط مصر للطيران إلى تنزانيا دار السلام، ومن ثم إلى ملاوي. والخيار الرابع هو السفر إلى أديس أبابا، ومرة أخرى يمكنك السفر على متن خطوط مصر للطيران إلى أديس أبابا، ومنها إلى ملاوي. ولكن من جنوب إفريقيا وتنزانيا يمكنك في الواقع أن تسافر على ملاويانا خطوطنا الجوية إلى ليلونغوي، ومن هناك يمكنك الذهاب إلى أي مكان تريده داخل البلاد. حضرتك شايفة الشعب المصري إزاي؟ وهل جربتي الأكل المصري؟ هل بقالك فترة موجودة في مصر؟ عندما أكون في مصر لا أحس باختلاف كبير، لأن مصر دولة أفريقية، وكما نعلم جميعا هي منبع البشرية. الحضارة بدأت من الدولة التي نعتز نحن الأفارقة جميعا بها. المصريين يتسمون بالدفء والطيبة، وهم شعب مضياف للغاية، ويسعون لمساعدة الغير، كما أنهم يحبون أن ينجزوا المهام، وهذا شيء أحترمه مهما كان الأمر شاقا. وهذه إحدى الدروس التي تعلمتها أثناء وجودي هنا. مصر دولة أغلبها صحراء، ومع ذلك سكانها يعملون بالزراعة، وكل شيء متوفر من ناحية الغذاء كالخضروات، كل ما يخطر على ذهنك ستجده. وهذا يظهر أن المصريون مثابرون ويجتهدون في عملهم. وبالنسبة للأمن، في السنوات الثلاث الماضية سترى أن المصريين أدركوا أن لديهم شيئا ثمينا يحتاجون إلى حمايته. وقد استمتعت بالتواجد هنا ولا أشعر بأنني غريبة بينهم، وابنتي تقضي وقتا ممتعا في التعرف على أصدقاء مصريين والتفاعل مع المجتمع. وعندما يتعلق الأمر بالطعام فهناك الكثير من الأصناف، وأعتقد أن مصر مثل قدر منصهر، فيها العديد من الثقافات، حيث أتت العديد من الثقافات من أماكن مختلفة من العالم إلى هذه البلد وانصهرت معا، وأنا أستمتع بالمأكولة والأصناف المختلفة من المطبخ المصري هنا. حضرتك كنت ذكرتي الحديث عن المرأة وإزاي جمهورية ملاوي بتشجع المرأة، وحضرتك طبعا خير مثال. بالطبع لا يمكن التحدث عن أي دولة دون ذكر المرأة، فالمرأة هي الزوجة والأخت والبنت والأرض. نعم الأرض أيضا، فنحن نؤنث دولتنا وندعوها ملاوي الأم، لأن المرأة عماد المجتمع، والمرأة الملاوية قوية مثل المرأة المصرية، وثقافتنا نفسها تشجع المرأة أن تكون قوية حتى من قبل أن نتطرق إلى المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي والنضال من أجل حقوق المرأة. فثقافتنا تعترف بالمرأة منذ قديم الأزل، ولذا كان هناك زعيمات قبائل في ثقافتنا وملكات، وهذا الوضع ما زال قائما ليومنا الحالي. والمرأة مجتهدة بطبعها، حتى في مؤسسات التعليم العالي يفوق أداء الفتيات أداء الصبيان. وعندما يتعلق الأمر بالحكومة والسياسات فهي تعزز بالتأكيد تعليم المرأة وتمكينها، وهذه الحكومة بالأخص عينت الكثير من النساء في مناصب حكومية، كما تمثل النساء نسبة كبيرة من المقاعد في البرلمان، وحتى السفيرات لدينا عددهن كبير. فإن الدولة على هذا النحو تشجع النساء على الحصول على تعليم جيد، كما أنها تسمح لهن بالمشاركة في البرامج المعنية بالمصلحة الوطنية، وأيضا شغل مناصب صناعة القرار في البلاد.
ولذا لا يشكل كوننا نساء عائقا. وهناك تقارير تفيد بأن مالاوي هي واحدة من البلدان التي تعترف بالمرأة وتعظم من مكانتها، ولكن بالطبع قد نواجه بعض المشكلات شأننا شأن أي بلد آخر بسبب ثقافات بعض القبائل، ولكن يدرك الناس بشكل عام الآن أهمية المرأة والدور الذي تلعبه. حابين نتعرف على ملاوي أكثر، على العادات والتقاليد والأكل كمان. ملاوي مجتمع متنوع الثقافات لأنه يضم عدد هائل من الثقافات. فمثلاً أكبر قبيلة في ملاوي هي قبيلة الشيوا التي لها ثقافتها الخاصة، وتوجد أيضاً قبيلة الياو وهي القبيلة التي أنتمي لها، وتوجد قبائل أخرى مثل النجوني والتومبوكا وسينا ولوموي، ولكل ثقافة زي وطعام وعادات زواج خاصة بها. فمثلاً قبل عقد الزواج تجرى احتفالات لتعريف الفتيات والفتيان على الحياة الزوجية، وبالإضافة لذلك الشعب الملاوي شعب عاشق للموسيقى. نحن نستمتع بالرقص والغناء، فنحن نغني في الجنازات والأفراح وندق الطبول عندما يكتمل القمر بدراً، وفي أوقات الصيد والحصاد. ونحن أيضاً شعب غاية في الإبداع، فلكل ثقافة زي خاص بها. فمثلاً قبيلة الشيوا يرتدون الجولونكول، وتوجد الكثير من الأزياء الأخرى وأشهرهم ملابس النساء المصنوعة من المطاط، والزي الذي أرتديه الآن مصنوع من هذه القماشة، ونحن نطلق على هذه القماشة كيتاجي ونطلق عليها تشيتانجي في شيوا. وعادة تلف السيدات هذه القماشة حول أجسامهن ليصمموا منها أثواب مثل الذي أرتديه الآن، ويمكن أن يستخدم الرجال أيضا هذه القماشة لخياطة ملابس بما يتماشى مع أزياء القبائل التي ينتمون إليها. وفيما يخص الطعام توجد أصناف متنوعة مثل النسيمة وهو الغذاء الرئيسي في ملاوي كالخبز في مصر، وتطهى النسيمة باستخدام الذرة الشامية في معظم الثقافات القبائل المرتكزة في الجنوب، ولكن في وسط ملاوي وشمالها تطهى النسيمة من دقيق الكازافا. هل سمعت عنه من قبل؟ تطهى النسيمة من الدقيق وتقدم مع رانشز أو أي طبق جانبي كما تشيرون إليه هنا. فقائمة الطعام في ملاوي غنية ومتنوعة، وأتمنى لو كانت لدي الفرصة الآن لتقديم لك بعض هذه الأطعمة، ولكن قريبا سأدعوك لزيارة المقر الرسمي وسأقدم لك بعض الأطعمة. حضرتك نورتينا في زوم أفريكا، معالي السفيرة كارولين موسى سفير جمهورية ملاوي في القاهرة. شكرا يا سالي لزيارتك ولدعوتك لي لأكون جزءا من برنامجك، وأرجو أن يتعرف الكثير من الأشخاص على ملاوي أيضا ويقومون بزيارتها، وسأدعوك وفريقك لزيارة ملاوي. شكرا جزيلا، شكرا لك.